تصير ارتيالات على مستوى المنظومه العسكريه وعلى مستوى المنظومه الامنيه. معنى حتى في تفريق المظاهرات هو الشكل اللي قاعده تستعمل برفوم مظاهره قصيده سير على الدرج. هذا ممكن طورنا احنا مع وزاره الداخليه برنامج القفلة هذه جاية معناتها بالشراكة ما بين نقابة الصحفيين وما بين مفوضية السامة لحقوق الإنسان واليونسكو خاصة باليوم العالمي لحد من الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. وقت نحكيه على الإفلات من العقاب نحكيه معناتها على كونه الصحافي وقت يتم الاعتداء عليه فإنه المعتدي معناتها الإنسان يعتدي على الصحافي بالضرب أو 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 بالمنع من العمل ديما يكون بلا عقاب، يعني أصبحنا سكون أبل باناليزاسيون وتلطيف الاعتداءات ضد الصحفيين. اعتداء وتعادى ويسموه لريسك دو ميتي، في حين كونه هذا يأثر سلبيا على الصحافي، يأثر سلبيا على مستوى العمل، يولي عنده كاركتير دو تو ديفونس ويخلي يخاف باش يمشي مثلا يبلغ صوت ناس يقول لك هذو باش نمشي باش يعتديوا عليا وحتى كي باش نمشي نشكي مانيش باش نوصل لشيء. احنا عندنا قانون عام يحمي الصحافي لانه الصحافي بالاساس مواطن تونسي، وعندنا قانون خاص مرسوم 115 اللي يوفر حمايه للصحفيين واللي يعطي يعني نوعا ما من الحمايه، وكل انسان يعتدي على صحافي فانه عباره على اعتداء على شبه موظف عمومي. الاشكاليه طرحها نفسها كونه من بين القضايا، من بين 20 قضية رفعتها النقابة أو تم رفعها في السنتين الأخيرتين، زوز قضايا بركة تم البت فيهم ضد معتدين على الصحفيين، قضايا الأخرى تم رفضها يعني من حيث الإجراء أو من حيث الشكل أو من حيث من إشكاليات أخرى. كعلى جت فكرة القافلة، فكرة القافلة كونه نزوروا مناطق يعني وين ثم فروع نقابة الصحفيين، فما في تطاوين، فما في قفصة، فما في كيف، فما في سواقس، في المنستير، فما في تونس، وفروع بروبابلون مش نمشوا معناتها لمنطقة القصرين، يعني باش نحاولوا نلموا الصحفيين والقضاة والمحامين والمجتمع المدني والامنيين نحطوهم فرد طاولة نحكيوا. الهدف مش باش نتعاركوا، الهدف باش نلقوا حل للاشكاليه هذه. الهدف كي صحافي يحب يقدم شكاية ضد انسان اعتدى عليه كيش يعمل بالضبط وشنو هو الاشكاليات الحاصله؟ اذا كانت الاشكاليات يمكن من الصحفيين ناقصين، ممكن ناقصين وعي، احنا ما نشكيوش برشا زملاء ما يشكيش كي تصير اعتداء عليه، ممكن يولي واحنا نتحركوا على مستوى الصحفيين. اذا ثم اشكال على مستوى الاجراءات نحاولوا نفسروه للساده يعني للزملاء. هذا هو لب القافله وهذا هو ممكن هدفها الاساسي. والله امس كنا في تطاوين يعني كانت ناجحه جدا، اليوم بوادر ناجحه جدا في قفصه، ويعني ولا الصحفي اسم يوزن في البلاد والناس الكل تسمع ثم لما متاع صحافة نجي، لأنه بدأت تاخذ ثقة في الإعلام التونسي، بدأت تاخذ ثقة في الصحافة التونسي بالأساس بغض النظر عن أداء بعض المؤسسات الإعلامية اللي تحاول تخدم بعض الأجندات السياسية. فأنه الصحفي التونسي وخاصة الصحافة الجهوية والمحلية خذت موقع وتموقعت ووصلت صوت المواطن، وصلت صوت المسؤول، وصلت صوت الأمني، وصلت صوت القاضي، وصلت صوت المواطن التونسي بالأساس، ووصلت أصوات الناس الكل. وبالتالي هذا اللي شيء نفتخر به وشيء احنا فرحانين به برشا، وشيء نشجع زملائنا ونحاولوا دائما نكونوا واقفين معه. تحبوا تشوفوا من هذا يعني فرح، لكن اذا كان كل راجل صحافي وش كان في مركزه وتعرض مثلا لاعتداء ولا برا روح او راكش كده زميلي، لا مش صحيح. عم نطلع على مستوى الجهوي هناك قفص، واللي ناكد هو اللي تفضلوا اعملوا زيارات تبقى كان. وهذايا من واجبنا نعرض كل مجهودات كل ابناء تونس وبناتها الاحرار. هذا الكل احنا ما ماناش في جدال اليوم، احنا اليوم نحاولوا نطرحوا كل واحد بصراحه شنو اللي عنده وش ما شنو اللي له وما عليه.